بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. رسميا ايريك تين هاج مدير فني لمانشستر يونايتد، اخيرا تم الاعلان عن التعاقد مع ايريك تين هاج. ايريك تين هاج رغم المفاوضات الكتير اللي كانت شغاله من شهر لشهر ونص، الموضوع ما كانش محسوب والموضوع ما كانش واضح ليه نهايه ورؤيه محدده، لان الكلام كله كان في مانشستر يونايتد حوالين ايريك تين هاج وحوالين ماوريسيو بوتشيتينو، لكن بوتشيتينو واضح انه هيستمر مع باريس سان جيرمان، مع ان بوتشيتينو كان خيار لدى غرفه الملابس، غرفه ملابس مانشستر يونايتد كانت بيطلع كلام في سكاي سبورت ان هم عايزين بوتشيتينو مش عايزين تين هاج، وتين هاج تم اعلان التعاقد معاه. ليه تين هاج المفاوضات اتاخرت معاه؟ تين هاج كان عنده شرط واحد بس، شرط واحد بس. ايه هو؟ التدخل في ماركات مانشستر يونايتد، وان هو يكون ليه راي حاسم في صفقات مانشستر يونايتد. ايه ده؟ هو مش ده حق اصيل للمدرب؟ لا، الدنيا اتغيرت عزيزي، في مدربين بيجوا والمدير التنفيذي هو اللي بيمشي النادي وملاك النادي هم اللي بيقرروا يتعاقدوا مع الصفقات. المدير الفني عباره عن واحد بيجيب له صفقات يتقال له خد مبروك جبت لك صفقه. الواد بدا يتغير. هم انت فاكر لو جولان سولتشار كان ماسك النادي بقاله سنتين هو اللي بيختار ماركاته؟ لا عزيزي، سولتشار ما كانش بيختار ماركاته ولا كان بيختار تعاقد مع لعيبه ولا كان بيختار اي حاجه من اللي انت متخيلها دي. الوحيد اللي كان مسموح له الاوبشن ده الفتره الاخيره كان مورينيو، لان بعد الكلام اللي لويس فان جال قاله على اداره مانشستر يونايتد واضح ان حتى فان جال كمان ما كانش بيجيب صفقات. والله يعني فان جال اول سؤال اتساله على ترشيح مدير فني هولندي زي ايريك تين هاج قال لك تين هاج مدرب كويس، بس انا برشحه ان هو يروح نادي كره قدم ما يروحش نادي تجاري. مانشستر يونايتد نادي تجاري مش نادي كره قدم. اللي هو ايه يا عم نادي تجاري؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله بجد قال كده، قال مانشستر يونايتد نادي تجاري، مانشستر يونايتد مش نادي كره قدم، مانشستر يونايتد نادي تجاري. ايه ده؟ ده انا بسمع الكلام ده بقالي 5 سنين. عزيزي الكلام ده حقيقي، الجليزرز فعلا حولوا النادي لنادي تجاري، ما حولوش النادي لنادي كره قدم. لكن الوضع بقى كارثي والوضع بقى سيء جدا. رالف رانجينيك فشل ان هو يحل اي حاجه كان منتظر ان هو يحلها، فبقى مجبرين على حاجه واحده بس، هات ايريك تين هاج بكل الشروط اللي هو عايزها. هو عايز ايه؟ عايز ديكلان رايس؟ تمام، هنحاول نجيب له ديكلان رايس. الراجل كان حاطط ماركاته كمان للاداره بتاع جليزرز اللي هو انا عايز اللعيبه دي، انا عايز اللعيبه، وعايز كمان شرط الكابتن تتسحب من هاري ماجواير. في حاجات الراجل كان طالبها، علشان كده اتاخرت المفاوضات معاه. مفاوضات تين هاج قعدت فتره طويله لان تين هاج كان عنده شروط بيفرضها على اداره مانشستر يونايتد. انتوا عايزين تجيبوني؟ ادوني حريتي. عايزين تجيبوني؟ انا اللي هكون مسؤول عن ماركاته. عايزين تجيبوني؟ انا اسحب شرط الكابتن من هاري ماجواير. الجليزرز هما اللي بيحركوا النادي الفتره الاخيره، عشان كده الفشل المتزايد ده كان مسؤول عليه دايما الجليزرز. عشان كده جمهور مانشستر يونايتد دايما كان بيطلع يعمل مظاهرات ضد الجليزرز، لان هو كان شايف ان اداره الجليزرز بتحول النادي لمشروع تجاري اكتر ما هو مشروع نادي كره قدم. علشان كده ازمه مانشستر يونايتد من راس الهرم لحد اللعيبه، يعني المشكله كلها من الاداره لحد اللعيبه. الموضوع كله مليان مشاكل، الموضوع كله مليان ازمات. اداره واخده النادي علشان خاطر بتحافظ على البراند وبتحاول تلم فلوس من ورا اسم مانشستر يونايتد، ولاعيبه سيئه ومدير فني كان راضي بالحال اللي هو عليه طول ما هو موجود وبياخد الراتب بتاعه اخر الشهر. فالاوضاع كانت سيئه جدا في مانشستر يونايتد. هل تين هاج هو اللي هيحل المشاكل اللي كانت موجوده عند مانشستر يونايتد؟ اعتقادي ان واضح ان تين هاج مش محبب في غرفه ملابس مانشستر يونايتد، وده بدليل انه ما فيش ولا لاعب حتى الان نزل لتين هاج ترحيب بيه على تويتر. هتقول لي لا دي لعيبه محترمه ما بيتدخلوش في الحاجات، اقول لك ما محترمه مين؟ ده كان بيتسرب لهم، هم عايزين مين؟ عايزين ماوريسيو بوتشيتينو او عايزين تين هاج. فهم اساسا واضح ان تين هاج بشخصيه تين هاج بالكلام اللي سمعوه على تين هاج واضح ان تين هاج جاي مخوفهم، ودي حاجه كويسه جدا. بس اهم حاجه الجليزرز دايما يكونوا في ظهر تين هاج، دايما يكونوا تحت طوع الراجل. الراجل عايز ماركاته، عايز ماركاته، عايز يتخلى عن اللعيبه مهما كان اسمهم او حتى سي ار 7 عادي يتخلى عنهم طالما انتوا جايبينه وهو ده اللي هيحل المايله او ده اللي هينقذ الفريق. انا ما بحبتش عليك من الكلام اللي اتقال على تين هاج، ان تين هاج ما كانش عايز كريستيانو رونالدو. تين هاج كان عايز ينزل بمعدل الاعمار وكان عايز يكون هو المسيطر الاول والاخير داخل غرف ملابس مانشستر يونايتد. علشان كده تين هاج المفاوضات معاه اتاخرت فتره طويله. عرفت ليه صديقي ان تين هاج هيكون سلاح ذو حدين؟ يا هو اللي هيعيد مانشستر يونايتد، يا هو حرفيا اللي هيدمر كل حاجه. لما تمشي كريستيانو رونالدو او لما تقرب تمشي كريستيانو رونالدو في عدم وجود بديل ليه، الوضع هيكون صعب جدا. اتمنى ان تين هاج يبدا يركز مع الاكاديميه، بمناسبه ان الراجل هيكون متواجد مع مانشستر يونايتد. اتمنى ان تين هاج يبدا فعلا ان هو يطلع لعيبه من تحت، يبدا فعلا ان هو يخلي مانشستر يونايتد فريق يرجع ينافس تاني على الدوري الانجليزي. القصه دايما مش قصه مدير فني، القصه دايما قصه صلاحيات. علشان كده اول حاجه كنت بتكلم عليها لما انطونيو كونتي تم اعلان التعاقد مع توتنهام، كنت بتكلم على مدى الصلاحيات اللي كنت هياخدها من داني ليفي. هل كونتي هيحظى بدعم داني ليفي ولا لا؟ لو كونتي حظى بدعم داني ليفي هينجح، لو حظى بماركاته محترم هينجح، لو طلباته بتتنفذ هينجح. وقد كان اول ما
قال له عايز اثنين من يوفنتوس راح جابهم له، كنت في نفس المركز الرابع. قصة كلها قصة صلاحيات مش قصة مدير فني كويس كان بينجح في حتة قبل كده. في مديرين فنيين كويسين كانوا بينجحوا في حتة قبل كده، ومع ذلك أول ما جم اشتغلوا مع فريق كبير خلاص سلموا له كل حاجة وسلموا له الإشارة وسلموا له القيادة، وإحنا بس اللي هندير في الملعب وإحنا بس اللي هندير في غرف الملابس. إنما الرابط مع الإدارة حاجة مهمة جدا. وطبعا آخر الناس دي كان هانز فليك. هانز فليك من الناس اللي أثبتوا إن لازم تكون مسيطر في كل حاجة علشان تنجح. ده طبعا بجانب المدرسة القديمة بتاع السير أليكس فيركسون والمدرسة الحديثة اللي فيها بيب جوارديولا واللي فيها يورجن كلوب اللي طلباتهم بتكون أوامر بالنسبة للإدارات. علشان كده يورجن كلوب وبيب جوارديولا بقوا في حتة لوحدهم في الدوري الإنجليزي، علشان هم المديرين الفنيين اللي دايما طلباتهم بتجاب، عكس توماس توخيل. توماس توخيل مش هو اللي بيطلب صفقات في تشيلسي لو أنت مش عارف. يعني توماس توخيل كان ماريا تقريبا هي اللي بتجبره ان هو ياخد اللعيبه دي. ماريا دي اللي كانت تبع هو ده اللي هيحبسنا، هو ده اللي ممكن يقفل لنا. كان هو رومان ابراموفيتش هم كانت الاداره بتاعته والمديره التنفيذيه بتاعته هي المتحكمه في كل حاجه في النادي. فقصه مانشستر يونايتد كان في ادوود متحكم في كل حاجه في النادي بيودي النادي لتحت، وكان في مديره تنفيذيه في تشيلسي بتحاول تعالي النادي لفوق، وكان في بيب جوارديولا في مانشستر سيتي هو اللي بيفرض طلباته على الاداره وعلى تكسيكي وعلى كل الناس اللي هو جايبهم اساسا، لان بيب جوارديولا حرفيا جاب كل حد اشتغل معاه ببرشلونه وجاب كل حد اشتغل معاه ونجح قبل كده. فجوارديولا ماشي كل حاجه على مزاجه في مانشستر سيتي وزيه يورجن كلوب في ليفربول. عشان كده الصلاحيات مهمه جدا جدا لاي مدير فني لو عايز فعلا المدير الفني ده ينجح. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو عايز رايك.